الأولى بمنطقة الطهورات ببلدية قاوس بجيجل، وتحت سقف هذا الكوخ الموشك على السقوط يسكن العم صالح رفقة زوجته وأبنائه في ظروف جد صعبة حولت حياتهم إلى كابوس لا يطاق. 12 سنة وأنا ساكن هنايا، التريسيتي مقصوص، الماء مقصوص، والله ما نجيبوش من عند الناس، والله ما شربت. كاين يعني بالسيتيرنا هنايا باش نغسلو، ها تشوفوا الطريق ما كانش. دوكاتي ما عندي لغال، ما عندي، جريت لغال، بني صبر ربي. حالته الصحية المتعبة وكبر سنه حالا دون تمكنه من العمل لجلب قوت يومه. ما عندي حتى خدمة يا بنتي، عندي 300,000 نتاع الشيوخة تاع الكبر. يعني والله الحمد لله، وكاين دي هذا كاين وجوه الخير يجيو لعندي لهنا يجيبوا لي هذيك يعطوني باش نصرف على الدراري. طب الدولة هذه تعاوني يعني في هذيك نتاعي او في السكنة. زاد من معاناة العم صالح ومطالبة صاحب هذا الكوخ بإخلاء المكان في أقرب وقت. ما مسكلش هذا الألم، احنا كنا زوج خاوة واحدة ومات عليه في الثورة. اليوم صبحت نطلب ما كانش، أنا عايش عند الناس وهم يحوزوا فيا، يقول لك يا خويا الغلب هذا رزقي. وبين مطرقة الموت تحت سقف هذا الكوخ الهش وسندان الطرد منه حيا، يبقى أمل العم صالح كبيرا في السلطات المعنية لانتشاله من هذا الواقع المرير.